رحنا على لبنان وسألناهم لو قررت تتجوز جنسية عربية غير الجنسية اللبنانية شو راح تتجوز، وشفنا الشعب اللبناني ميال لأي جنسية عربية تانية. الأردن أكيد لبناني بس. لا هلا غير اللبناني. لا لو ما بتجوز. وجينا على الأردن نسألهم نفس السؤال، خلينا نشوف الشعب الأردني ميال لأي جنسية عربية غير الجنسية الأردنية، فخلينا نشوف الأجوبة. عجلونية. عجلونية حلو. لبناني سيدي. ليه؟ حلوين. لبنانية. يسعد مساكم مشاهدين الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج وقفت اقول لك من الاردن للبنان. رحنا على لبنان وسالناهم لو قررت تتجوز جنسيه عربيه غير الجنسيه اللبنانيه شو راح تتجوز، وشفنا الشعب اللبناني ميال لاي جنسيه عربيه ثانيه. وجينا على الاردن نسالهم نفس السؤال، خلينا نشوف الشعب الاردني ميال لاي جنسيه عربيه غير الجنسيه الاردنيه، فخلينا نشوف الاجوبه. لو بدي اتجوزك جنسيه عربيه غير الجنسيه الاردنيه شو راح تختار؟ جنسيه عربيه غير الجنسيه الاردنيه. والله لو كانت من السلنكة بس ما حلرات انا موافق. قطر. قطر؟ ليش؟ بلد حلوة. حلوة. قروشة حلوة. حلوة ولا شو بدي؟ حلوة بيش. والواندرو يعني شو بدي اتجوز غير هي؟ من لبنين. ليش من لبنين؟ لأنه إخوانه من لبنين. لأنه. تحس قرايب جبل. أيوة بالضبط. لو حتتجوز جنسية غير جنسيتك شو بتختار؟ بس جنسية تكون عربية. عربية؟ يس. فلسطينية. فلسطينية على الأرجح. الأردن. لو لو كيف ذاكر مسلسل نادين الجيم؟ إيه. لو لو هي من باب الافتراض. كمان فلسطينية. كل لبناني بس. لا هلا غير لبناني. لا لو ما لو. بتجوز. راح تتجوز جنسية عربية غير الجنسية الأردنية. مين الجنسية هاي؟ عجلونية. عجلونية حلو. هاي جنسية عربية صعبة ترى توصلها. لبنيني. لبنيني. نعم. ليه لبنيني؟ عشان تصحى تقول لي يا فارس قوم على الفطور. لبنانية. لبنانية. عشان تقول لك عشان تقبرني. شو الأخبار؟ تمام. مجوزين؟ لا. لا اوكي خطبة. طب بدي أسألك هلا سؤال، أنت من وين؟ من الشمال. اوكي السؤال كالاتي، يا رب حاس رح اكل كف من عند الشقه هذيك. لو حتتجوز جنسيه غير الجنسيه اللبنانيه، لو والله لو والله لو اي جنسيه حتختار؟ عربيه. اي جنسيه؟ هي لو من باب الافتراض. والله يا اخي اختار الجنسيه السعوديه. سعوديه. إيه. شكرا. هلا العراق منيح كمان. ايه عراق. عراق شكرا. كله بيمشي حاله. تختار واحد مناش كلهم. 39 بلد عربي. 39. سعودية. سعودية. ليه؟ كرمال معيشة. شكرا يا عمري. كيف حالك؟ أنا حبيبي. شو الأخبار؟ طبعا. أنا بدي أسألك سؤال بس خايف صراحة. ليش خايف؟ خايف لأنه المدام معك. لا عاد لسه ماليش دخل. اللهم إني بلغت. لو حتتجوز جنسية عربية غير الجنسية الأردنية شو حتختار؟ لا سورية لا لبنانية. ليه؟ لأنه عندي فلسطينية حلوة. لبناني سيدي. ليه؟ حلوين. سورية. ليه؟ لأنه سوري. فعشان تناسبهم. أيوان. لبنانية. ليه؟ شو ليش؟ انت قلت اللي اختار. فضول. فضول بس. فضول ما بقول لك بس لبنانية. طب هيك يعني بس اغششني فضول يعني بلكي انا متجوز. ليش؟ متجوز. شو جنسيتها؟ انا اللي متجوزها اردنية. والله لا تطلقك الليلة لما نزل الحلقة. فكرت. والله لا تشوف. اللي انا صراحة بحب السعودية صراحة. السعودية. السعودية كثير بحبها. ليه؟ لأنه تلعب بمسك فيه.